طيب ضيف المميز اول مره هنقول معلومات مهمه جدا من خلال حصاد الاسبوع، سياده اللواء طلسون خيري مدير ادارتي مكافحه الاختلاس وغسيل اموال سابقا واحد اهم المصادر اللي اعتمد عليها الصحفي هشام علام في اعداد الوثائق دي. سياده اللواء تحياتي واهلا بيك معانا في حصاد الاسبوع. يعني احنا الناس كلها متشوقين يعرفوا في البدايه كواليس الحصول على هذه الوثائق. عليكم السلام ورحمه الله، وبرحب بحضرتك وشكرا على الاستضافه، وانا جاهز رد على استفسارات. بس انا عايز اوضح حاجه بس الاول، ان المجهود ده كله كان بتاع الاستاذ هشام علام. احنا اتكلمنا من الناحيه الفنيه فقط، بالنسبه لتجميع الوثائق ده كان مجهود الاستاذ هشام علام، انما احنا اتكلمنا في الناحيه الفنيه فقط. اتفضل. طيب انا عايز من الناحيه الفنيه، طيب بما ان حضرتك طبعا ليك خبره في العمل الاجرامي وغسيل الاموال وكذلك في العمل الشق القانوني، احنا لما الوثائق دي تواجدت ازاي ممكن السؤال اللي بنساله مع كل الناس المصريين نرجع الفلوس دي؟ هو حضرتك احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، و احنا قبل كده اتعرضنا للمواقف دي كتير على فكره، ان احنا واحنا في اثناء في عقاب 2011 واحنا بنبحث ثروات بعض المسؤولين السابقين، كنا في النهايه بعضهم جزء كبير منهم جدا كنا في النهايه بنصطدم بحته الاوفشور دي، الشركات الاوفشور. حضرتك الشركات الاوفشور دي زي ما قلت قبل كده بتبقى من يعني الشخص نفسه بيحط فلوسه في شركه، الشركه دي بتحطها في شركه ثانيه باسم الشركه، بحيث يعني من كذا حركه بتنقل بين عده شركات بيختفي اسم الشخص خالص. يعني زي واحد مثلا حضرتك ماشي واحد وراه بيمسح اثره عشان يمنع اي حد ان هو يقدر يقتفي اثره، فبالتالي تنقطع اي صله بين اسمه وبين الفلوس اللي موجوده في هذه الشركه. بعد التحقيق ده هو المفروض يعني الاعلام طبعا كله تناوله ومسؤولين كتير اتكلموا في الموضوع ده. احنا اهم حاجه دلوقتي احنا بنقول ما هي الخطوه التاليه، ما هي الخطوه التاليه بعد ما ظهرت الحقائق دي كلها؟ يبقى احنا لازم نشتغل في اطار قانوني عشان نقدر نتعامل على هذه الاموال وكيفيه استردادها. طالما حسب ما ذكرت وزير الاعلام ان حكومه بنما اعلنت استعدادها لتشكيل لجان قانونيه وسياسيه للمساعده في التحقيقات التي تجري في هذا الشان، فاحنا بالتالي لازم يكون لنا تواجد في هذه التحقيقات. يعني احنا ممكن ندخل او نعمل نقول كده تحقيق مشترك يا سياده اللواء، نعمل تحقيق مشترك مع بنما والحكومات اللي فتحت التحقيق ويبقى كله مطلب واحد. يعني انا بتكلم على المشاهير كلهم، احنا بنتكلم على حوالي 80 صحفي و370 يعني تم وزعها على 80 دوله و370 صحفي بكل المعلومات دي. احنا ممكن نعمل يعني تحقيق دولي عام مشترك. ايوه، هو حضرتك كان يعني اذيع في وسائل الاعلام ان بنما هتعمل لجنه قانونيه سياسيه تشارك في التحقيق في هذا الموضوع، بحيث اي دوله اي دوله ورد مسؤولين فيها او اموال ليها تم تهريبها الى هذه الشركات ممكن تتقدم وتشارك في هذه التحقيقات. احنا من باب اولى حتى ما نستناش الخطوه دي، احنا نستبق الاحداث ويبقى عندنا ناس محققين قانونيين وفنيين في مواضيع غسل الاموال ويتوجهوا الى بنما من خلال القنوات الدبلوماسيه طبعا، بحيث يشاركوا في هذه التحقيقات ومدى جديه وصحه هذه واللجنه دي في حال تشكيلها هل هي تكون قانونيه؟ يعني تكون ملزمه لبنما ان يعني على اساس هيكون استرداد الاموال، ولا ما تكونش ملزمه ممكن يقولوا لا زي ما حصل في السجال بتاع اموال سويسرا؟ هو حضرتك احنا بالنسبه لموضوع التعاون الدولي ده احنا في عندنا اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد ومصر موقعه عليها، وبالمناسبه ان التوقيع على الاتفاقيه دي التصديق عليها والتوقيع عليها تم في بنما، والكلام ده كان سنه 2005 مصر صدقت عليها. هذه الاتفاقيه فيها نص هام جدا في الماده 41 بتقول انه اذا لم يكن هناك
اتفاقية لتبادل المجرمين أو إرجاع الموجودات بين دولتين أعضاء في الاتفاقية، فتعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس للتعاون الدولي في هذا المجال. يعني ما فيش عندنا ذريعة نقول ما فيش بيننا وبين بنما اتفاقيات لتبادل المجرمين أو لاسترداد الموجودات. الاتفاقية فيها نص بيقول أن هذه الاتفاقية يمكن استخدامها كوثيقة أساس للتعاون الدولي بين دولتين أطراف في هذه الاتفاقية، فإحنا بالتالي المفروض نتحرك على هذا المحور. في حاجة تانية كمان، أن إحنا عندنا وحدة غسل الأموال، وحدة غسل الأموال عندها شبكة اتصالات واسعة جدا في مختلف أنحاء العالم، وهي عضو في الإجمونت، وبرضه في هناك صلات واتصالات مستمرة بين الفتف اللي هي مجموعة العمل المالي الدولي اللي هي أصدرت التوصيات الأربعين بتاعة غسل الأموال. فبالتالي احنا ممكن نستفيد من امكانيات وحده غسل الاموال اللي عندنا في البنك المركزي في تيسير هذه الاتصالات وتتبع هذه الاموال من الناحيه الفنيه. من الناحيه القانونيه يبقى عندنا فريق قانوني بيتولى التعامل من النواحي القانونيه مع بنما في هذا الشأن. يعني سياده اللواء، معلش اسمح لي عشان اركز على المعلومه عشان الناس كلها بتسمع الكلمه منك مهمه دلوقتي. انا ممكن استعيد الاموال ايا كانت المبالغ حسب وثائق بنما، ولكن في إطار قانوني ومصر مشتركة مع بنما في اتفاقية من 2005، يعني ممكن نعم أقدر أرجعها. مش مع بنما، معلش في حسب وثائق بنما يعني. ليس مع بنما فقط، هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. دي الاتفاقية دي تم التوقيع عليها في بنما سنة 2003 من الدول الأطراف فيها. دي على مستوى العالم، مش بين مصر وبنما فقط. انما اذا كان لا يوجد هناك اتفاقيات تعاون تبادل المجرمين او استرداد موجودات بين مصر وبنما، يمكن اعتبار هذه الاتفاقيه طبقا لنصها، يمكن اعتبار هذه الاتفاقيه هي الاساس للتعاون الدولي بين مصر وبنما في هذا الشأن. انا عندي سؤال وهرجع تاني للوثائق بنما، ولكن ده سؤال ده في الافتراض للناس كلها بعد طبعا ظهور هذه الوثائق. هي مصر الى الان لسه يبقى فيها اختلاسات وغسيل اموال بهذا الكم ولم يكشف فضائح تانية لم يكشف عنها؟ معلش حضرتك وضح السؤال ده. سؤالي هل اعتقادك يا سيادة اللواء ان احنا الى الان بيزال بيتم نهب وغسيل اموال واختلاسات، ولا احنا بالصدفه لما يكون في وثائق تكشف بنعرفها للعالم؟ احنا كأي دولة، احنا لسنا مجتمع ملائكي وكل المجتمعات فيها الجريمة، لكن في بعض الوقائع التي قبل 2011 كان فيها كمية فساد وحققنا في كثير من هذه الوقائع. فالجريمة لن تنتهي والفساد لن ينتهي بسهولة، ولكن الفساد بيحتاج إرادة سياسية لمكافحته. احنا في عندنا برضو، عايز اقول لحضرتك برضو، احنا في عندنا لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة الفساد وأخرى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممكن حاليا عندنا استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد واستراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال. احنا لازم نفعل هذه النصوص اللي موجودة في هذه الاستراتيجيات، نترجم هذه النصوص إلى أفعال. الأفعال دي هي اللي بتدي المصداقية، سواء من جانب الحكومه بتدي مصداقيه الحكومه امام الشعب، ان انا افعل هذه الاستراتيجيات من خلال افعال تترجم على ارض الواقع. لكن انا عندي النصوص موجوده، بس انا يعني برضو عايز اقول لحضرتك حاجه برضو، انه في بعض الدول بالنسبه للتعاون الدولي بصفه عامه، في بعض الدول بتقول لك لابد ان يكون هناك جريمه وقعت، ولا بد ان يكون هناك ازدواج في التجريم بين مصر وبين الدوله اللي هي نقلت ليها الاموال او تم تهريب الاموال اليها. في بعض الدول بتقول انتوا عندكم جرائم فساد، انتوا في جرائم احنا مش منصوص عليها عندنا، زي جريمه الكسب غير المشروع. الكسب غير المشروع في بعض الدول الاوروبيه بتقول لك هذه الجريمه ليست مدرجه عندنا في القانون الجنائي بتاعهم، فبالتالي ما تعتبرهاش اساس. لكن الاتفاقية الأمم المتحدة حتى تعالج ذلك، بتقول انه على كل دولة في المادة 53 ان على كل دولة طرف انها تمكن الدول طالبة التعاون او طالبة السرداد حتى من رفع دعاوى مدنية امام محاكمها
علشان تمكنها من استرداد هذه الاموال. طيب فبالتالي لازم يكون هناك اراده سياسيه عندي انا وعند الدوله اللي فيها هذه الموضوع. الاراده السياسيه. ولكن كل الناس هتسال يا سياده اللواء هو احنا ليه مش هنعمل زي الغرب؟ يعني الغرب بعضهم في ناس استقالت وناس فتحت تحقيقات الى اخره. البعض هيقول طب هي مصر احسن منهم مش احسن منهم ليه؟ يعني مصر حتى يعني والدول العربيه حتى ليه ردود الافعال مع الوثائق دي كانت مختلفه؟ هل لكل قانون دوله ولا في ايه بالظبط؟ يعني الناس تفهم بس. ماشي. هو بالنسبه لمصر اللي اتكشف لغايه دلوقتي حسب ما اعلن في وسائل الاعلام او التحقيق اللي كان عمله الاستاذ هشام انه كشف عن حاله واحده بس متعلقه بنجم الرئيس مبارك اللي هو علاء مبارك فقط. لكن لم ترد اسماء اخرى لمسؤولين موجودين حاليا. لا كان في اسماء وزراء وفي عقاب 2000 وزوجات وزراء يعني سابقين. سابقين وليس حاليين. تمام. هذه الاسماء كلها تم فحصها قبل كده واتعملت اجراءات قانونيه بالنسبه لها. ولكن احنا عندنا نص في قانون غسل الاموال قانون 80 لسنه 2002 هذا القانون لم يشترط الادانه في الجريمه. يعني حضرتك النهارده عشان ابسط المساله بس قضايا غسل الاموال بتحتاج طبقا للقانون ان يكون هناك جريمه اصليه ارتكبت وهذه الجريمه تحصل عنها اموال ثم التعامل على هذه الاموال هو يعتبر جريمه الغسل عشان اغير طبيعتها بغرض اخفاء وتمويه طبيعه هذه الاموال وكانها قد آلت اليه من مصدر مشروع. القانون المصري وتوصيات الأربعين لمجموعه العمل المالي الدولي فتح لم تشترط الادانه في الجريمه الاصليه حتى يمكن تحريك قضيه غسل الاموال. ولكن عملا بيتم تعليق قضايا غسل الاموال الى حين الفصل في القضيه الاصليه رغم ان ده بنص القانون ليس شرطا ولكن يمكن حتى في حاله البراءه التعامل على الاموال التي سرقت او متحصلات الجريمه حتى لو حصل على البراءه في الجريمه هذا لا يمنع من تحريك قضيه غسل الاموال ضد هذا الشخص الذي تم تبرئته حتى في قضيه الفساد لانه بالتالي ليس هناك مصدر مشروع لهذه الاموال اذا كان قد حصل على البراءه او حفظت القضيه لاي اسباب اخرى متعلقه بعدم ارتكان بعدم تكامل اركان هذه الجريمه فده لا يعني انه بريء من هذه الاموال والا فيبرر لي من اين حصل على هذه الاموال. طيب انا سؤالي برضو معلش لكن نتيجه عدم معلش يا سياده اللواء انا اسف جدا بس عشان ابسط المعلومه للناس فضل. اللي حتى مش متداخلين في القانون فضل. معنى كده ثغرات القانون دي الموجوده في القانون ممكن ناس كتيره تبقى بريئه واحنا حتى مش زي الغرب العداله في الغرب ناجزه يعني غير مصر. انا بقول لحضرتك من واقع التطبيق العملي ومن واقع النصوص القانونيه ليس هناك ما يمنع ان احرك قضيه غسل اموال ضد احد المسؤولين حتى لو كان حصل على البراءه في الجريمه الاصليه. الكلام ده مش من عندي الكلام ده بنص القانون. القانون لم يشترط الادانه في الجريمه الاصليه فبالتالي حتى لو عندي حد من المسؤولين السابقين خد براءه في قضيه فساد وهم يعني اعتقد معظمهم كان متهم في قضايا فساد وبعضهم تم تبرئته وبعضهم تم حفظ القضايا ولكن هذا لا يمنع ان انا اتعامل معاه كمتهم في قضيه غسل اموال دون النظر الى انه قد حصل على البراءه او لم يتم ادانته في الجريمه الاصليه وده طبقا لنص القانون وتوصيات التوصيات الأربعين لمجموعه العمل المالي الدولي اللي هي فتف. عايز سؤال اسال لاول مره نعرف كواليس التعاون ما بينك وبين زميل وصديق هشام علام. اول مره اكلمك يعني كان في اتخضيت فوجئت بهذا الكم ولا يعني خدت الامر ببساطه كان مثلا ده ممكن حالات زي دي نلاقيها؟ الحقيقه انا لما كلمني الاستاذ هشام علام انا لم اطلع على تفاصيل ما لديه من معلومات ولكن احنا كنا بنتكلم على الناحيه الفنيه فقط في قضايا غسل الاموال وكيفيه التعامل في هذه القضايا وما هي نصوص التعاون الدولي او اجراءات التعاون الدولي التي يمكن
يعني من خلالها الوصول الى هذه الموجودات. انا حتى ضربت له امثله قبل كده، يعني ان في قبل كده كان في سويسرا، سويسرا قبل كده هي اللي بدرت من حوالي الكلام ده من حوالي 8 سنوات او اكتر، سويسرا بدرت انها تخطر مصر ان في احد المسؤولين السابقين كان مدان ايضا في قضيه فساد، واكتشفت ان له حساب بنكي عندهم. هي لما بيراجعوا هذا الشخص على الفلوس دي بعد ما عرفوا ان هو قديم في قضيه فساد، فنفى علاقته بالفلوس دي نهائيا. فبرضه ليس هناك اتفاقيه تبادل المجرمين او تعاون قضائي او انابات قضائيه بين مصر وسويسرا، فاتعملت زي مشارطه انابه قضائيه خاصه بهذه الحاله فقط. وحضر قاضي سويسري هنا وواجه هذا المتهم بالفلوس ونفى علاقته بيها. فبالتالي هو طبعا ليس القاضي السويسري الذي قام بالتحقيق مع المتهم، ولكن القاضي السويسري كان موجود، والقاضي المصري او المحقق المصري وكيل النيابه هو اللي بيسال هذا المتهم في حضور القاضي السويسري. فبالتالي تاكدوا ان هذا الشخص بينفي علاقته بالفلوس دي رغم انها بتاعته وليه اسم عندهم رقم او اسم كودي، فهو نفى علاقته بيه عشان يتهرب من موضوع ان هو هرب فلوس او بيرسل فلوس خارج مصر متحصله من نشاطه الاجرامي، انه كان مدير فعلا في قضيه فساد، وبالتالي تم تحويل هذه الاموال لحساب البنك المركزي المصري. طيب ده مثال على تعاون سابق. ما انا بقول لحضرتك لو هناك اراده سياسيه سواء من عندي او من جانب الدوله اللي لديها هذه الموجودات، فدي بتسهل الامور جدا. شخصيا وسيادتك ليك تاريخ في العمل في موضوع طبعا مكافحه الاختلاس وغسيل الاموال، شخصيا فوجئت بضخامه الحدث ده على اعتبار ان دي اول وثائق طبعا الاختلاس وتهرب ضريبي وغسيل اموال بهذا الكم حول العالم، فوجئت بيها؟ انا لم افاجئ، لان انا عندي قضايا كتير جدا فحصناها، قضايا غسل اموال وتتبع اموال بعض الاشخاص الذين سبق اتهامهم في قضايا فساد. احنا كنا مع قضيه الفساد بنتعامل في نفس السياق وفي نفس بالتوازي في قضيه غسل الاموال ايضا. قضايا كتير جدا كنا بنوصل في النهايه الى الاوفشور اللي هي الجنات الضريبيه اللي هي بتقول عليها الدول الجنات الضريبيه، فكنا فعلا بنوصل لغايه هنا والخط بيتقطع نهائيا، يعني بتوصل لغايه مثلا اخر حركه في الاموال انها تم ادخالها في شركه في احدى الجنات زي جزر فيرجن او جزر في امريكا الجنوبيه او بنما، بمجرد ما توصل الاموال هناك بينقطع الخيط تماما. وكانت دي مشكلتنا كتير كبيره جدا، لان الدول دي اصلا ليس لها اي ضوابط سواء من ناحيه الضريبيه او من ناحيه تطبيق ضوابط غسل الاموال اللي هي المفروض الدول كلها ملتزمه بيها على مستوى العالم. بالنسبه اساس هذا التعاون هو التوصيات الاربعين بتاعت مجموعه العمل. أنا بشكرك جزيلا طبعا سيادة اللواء تولسون خيري مدير إدارتي مكافحة الاختلاس وغسيل الأموال سابقا، طبعا أحد أهم المصادر في وثائق طبعا فضيحة بنما. شكرا جزيلا.